نعرف اخبارهم ايه والدنيا ماشيه ازاي في استعداداتهم لبطوله الدوري. انا معايا على التليفون كابتن خالد مهدي المشرف العام ومدير الكره بنادي الانتاج الحربي. يا كابتن خالد اهلا وسهلا بكم، مساء الفل. مساء الخير يا سبري، اخبار حضرتك ايه؟ طمنا عليك. تمام الحمد لله. والله اخبار المساحات ايه والاستعدادات عامله ازاي؟ الحمد لله عملنا المسحه الخامسه النهارده ومنتظرين نتيجتها بكره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب ماتشاتكم الوديه هتشتغلوا عليها ازاي ولا ابتديتوا ولا الامور ماشيه ازاي يا كابتن خالد؟ عندنا اول ماتش ودي يوم الجمعه الجايه باذن الله مع نادي انبي في استاد بطرسبرغ. ففضلنا ان احنا نعمل المسحه قبل بدايه المباريات عشان نبقى عارفين برضو الدنيا رايحه فين. ما فيش الحمد لله حالات لسه كابتن ابراهيم، لسه بكره باذن الله، لسه بكره ان شاء الله باذن الله. طيب هل انتوا عندكم اي مشاكل ليها علاقه باللعيبه الاجانب بتوعكم ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ اللعيبه بتوعكم موجودين والامور ماشيه؟ لا لعيبتنا الاجانب موجودين ما سافروش اصلا بالازمه خالص، موجودين ما فيهمش مشكله. لا موجودين. موجودين. طيب يبقى اول ماتش ليكم مع امبي ان شاء الله في بيتر سبورت. اول ماتش مع امبي باذن الله يوم 24. ايوه. بعد كده هنلعب 25 اسوان، 28 المقاولين، 29 دجلة. ان شاء الله باذن الله كل تمنياتنا لكم بالتوفيق وتعملوا حاجه محترمه. كابتن خالد بشكر.